انا ما بحبش حد في حياتي غيرك. حرف الحاء يعني جيم ومي، وحرف البه يعني عين وهه، اختصار جمعه يعني حب عشق غرام. انا مش متخيل حياتي من غيرك خالص. بتخيلي لو انت مش معايا انا اكيد كنت انتحرت. بعد الشر ما تقولش كده، يا احلى حاجه حصلت لي مش في ربع ساعه الاخيره، انما في ربع قرن الاخير. يا سلام، انا بقول كفايه قوي كده. نستنى بقى 3 4 5 سنين لحد ما نتاكد اذا كان الحب ده حقيقي ولا لا. انت بتقولي ايه؟ يمكن تطلع نزوه. يلا بينا على مأذون تاني. لا مأذون تاني ايه بعد كل التكلفه اللي انا اتكلفتها دي؟ دفتر الجواز اتفضلوا.